بلال برضو ممكن اسال عادل في النقطه دي برضو، لانه نقطه مهمه. ما هو العناصر دي بالفعل هي افضل العناصر باستثناء، يعني لو احنا اتكلمنا على الاختيارات من الاول هتتكلم على مجموعه كبيره اوكي كلنا بنتفق عليها، وثلاثه اربعه كالعاده دايما ما بتتفقش عليه. ولو ما اتفقتش عليهم انت عندك الجزء الاكبر القوام الاساسي من الفريق، يعني انت بالزبط. انت ما عندكش اي غيابات، انا شايف ان احنا ما عندناش اي غيابات، يعني مفيش حاجه مؤثره. كل الناس موجوده. لو جيت اتكلمت على السكواد ده وسكواد اللي كان موجود في اخر فتره في كاس العالم، لا انت عندك النهارده بتتكلم في اربع راسات حربه، بتتكلم في نص ملعب متكامل، بتتكلم عندك اثنين صناع لعب قفشه وموجود عبد الله السعيد ماك بره. بس انا النهارده والمباراه اللي فاتت كمان، هو المشكله النهارده مش في الاستحواذ، انت ممكن تكون بره ملعبك ممكن ما تعملش استحواذ، مع ان الخصم لا تعرف تعمل عليه استحواذ كويس، مش استحواذ سلبي، استحواذ ايجابي. حاجات كتير جدا متعلقه ببعض، الاجهاد ممكن الاجهاد ده اوفر له طريقه لعب مناسبه، اوفر له جوه الملعب استحواذ جيد، لان انا الكره طول الوقت تبقى معايا، ان انا اللعيبه المجهده دي تاخد وقتها وتاخد راحتها، وحتى لو عايز اعمل كاونتر اتاك، المسج اللي وصلتك اللي وصلت لنا في المباراتين اللي فاتوا ان انت عايز تبقى فريق كاونتر اتاك. مش معترضين، بس كاونتر اتاك مع مين؟ يعني هل ينفع انت تبقى موجود تبقى مباراه انجولا في القاهره تبقى الاستحواذ 51-49؟ برضه بقى ده مؤشر وعلى ملعبك. النهارده انا شايف ان النتيجه طبيعيه، النتيجه دي طبيعيه، ممكن تبقى فوق تبقى احسن حاجه وتتعادل، ان فرقه على ملعبها وبره ملعبك وماتشات افريقيا انت مش طول الوقت بتكسب في افريقيا. ولكن النهارده انا ما بحبش كتير اروح للحتت للمشاكل اللي ممكن يعملها مدير فني لنفسه. بس النهارده كابتن حسام عمل كل حاجه ضد طبيعه لعيبته. بمعنى النهارده انا وظفت فرقتي او عملت تشكيله فرقتي عشان صلاح، وده شيء كويس مش حاجه وحشه جدا، بس هعملها ازاي؟ النهارده جيت لعبت الثلاثه في نص الملعب عشان صلاح، بس طول الوقت عمر جابر بيستلم في رقم 10، بيستلم في المنطقه بتاعت رقم 10، اذا فانت لغيت قفشه بقى موجود عندك في الملعب بيلعب جناح او بيلعب ناحيه الشمال. ما هو قفشه عادل المفروض انه طرف النهارده، طرف ملعب. هو ده يعني ودي من عجائب الدنيا السابقه. هقول لك حاجه بقى بلال، عارف انت لو انت وجود قفشه ده هو التشكيل فيه، واحنا ممكن نتناقش مع بعض على فكره، مش يعني لازم ان احنا يعني وجود قفشه، لانه احنا الكلام كله بيفتح بعض الحقيقه. وجود قفشه في المنطقه دي لو انت بتتفرج وبتقيم مدرب او بتقيم الشكل الفريق ده، هو فيه ريسك، بس الريسك هل الريسك ده محسوب ولا مش محسوب؟ هل انت ملاعب قفشه في الحته دي عشان تعمل ريسك، ولا ملاعبه عشان يبقى فيه لعيب ثالث في نص الملعب؟ طب لو لعيب فيه لعيب ثالث في نص الملعب، هل اللعيب ده مواصفاته ان هو يبقى عمر جابر؟ طيب لو مواصفات عمر جابر، مع عمر جابر طول الوقت بيدافع وبيهاجم في المكان رقم 10، في صور كتير جدا لو كنا بنتكلم فيها واحنا بنتفرج، لو جيت هتلاقي ان عمر جابر بيستلم في مكان رقم 10، فانت عملت كل حاجه ضد طبيعه طبيعه لعيبتك. فين عمر جابر؟ هو عمر اهو في النص بيدافع فين؟ 10 10. طب انت ايه اللي حصل؟ يعني ايه الموقف؟ خلاص لو انت عايز تلعب الاشخاص دي الافراد، ودي قفشه في حتته، ولعيب جابر او عمر جابر اصلا لعيب طرف، لعيب يا اما بيلعب ناحيه اليمين باك رايت او باك ليفت، ساعات بيلعب باك ليفت ولعب ممكن يلعب، طالما انت بتوظفه في حته هو يعني انت عارف عادل، لو انت عايز تلعب بنفس الاشخاص انت قلت حاجه مهمه جدا، انت تغير الاشخاص. لا انت بتتكلم عن انا بقول ان انت ده في اسوء الظروف، خد بالك انا بجيب لك اسوء الظروف، حتى لو انا بدات بالجيم كده ولقيت ان انا طول الوقت ده في الدقيقه 29، وخد بالك في الشوط الثاني في الدقيقه 65 وفي الدقيقه 70 نفس الشيء، قبل ما عمر يطرد نفس الشيء، هو نفس المكان. طب ما تنقل، انت اوريدي عامل ده عشان صلاح ما يرجعش دافع كتير. طب انت الشوط الاول عمر بيدافع من جوه، طب ما صلاح برده، ما انت برده هي نفس المشكله اللي انت كنت عايز تعملها، صلاح مش موجود. طب ما تلعب بقى بجناح تاني بقى، العب بقى بزيزو، العب بحسين، العب باي حد، العب بجناح تاني اهو إيه؟ فين اكتر لعيب جات له فرص الشوط الثاني انه يلعب الفرقه هو عمر جابر. طب تخيل بقى قفشه هو اللي موجود هنا، مش تقليل من عمر، لكن عمر مش طبيعه لعبه، مش بتاعته، وبالتالي انت عايز قفشه هو اللي ياخد في مساحه. طب ما انت كده عكست الادوار، وفي نفس الوقت ما عرفش يستغل صلاح.